وللمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية. يعني أهلا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية، وسأبدأ معك لماذا تم إرجاء تصويت مجلس الأمن بشأن الحرب في غزة إلى اليوم، وأيضا يعني ما هي مؤشرات الموقف الأمريكي في استخدام حق النقد الفيتو كما فعلت في الجلسة السابقة؟ صباح الخير لك وللمشاهدين. يبدو لي أن عملية القرار الذي يمكن أن يؤخذ في مجلس الأمن لم يكن هو يعني الفرصة الوحيدة التي يمكن أن تعطى لنتنياهو على أنه قد حقق نصر، وبالتالي أعتقد أن الفترة الزمنية ما بين استخدام حق النقد الفيتو في المرة السابقة وبين إمكانية استخدامه في هذه المرة أيضا قد تكون المسافة الزمنية الفاصلة لم تستطع أن تهيئ للقوات الإسرائيلية المحتلة والغازية، لم تكن لتحقق لهم أي صورة نصر يمكن أن يأخذوه، وبالتالي كانت زيارة وزير الدفاع إعطاء يعني إشارات ودلالات يعني صحيح هي داعمة بالأمور الإعلامية أو على السطح، ولكنها أيضا كانت تنبه إلى أمور خطيرة جدا بالنسبة لإسرائيل، ولكن يبدو أن إسرائيل لا تكترث إلى هذه الأمور، وخاصة فيما يتعلق بالسمعة الدولية أو بالناحية الأخلاقية، بقدر ما كانت الولايات المتحدة هي التي تتأثر. وأعتقد أن عملية الرفض إذا كانت واضحة المعالم بالنسبة لإسرائيل باتجاه الولايات المتحدة، فأعتقد أن الولايات المتحدة لن تستخدم حق النقض الفيتو، وبالتالي سوف يمرر مثل هذا القرار. وبما أن الرئيس وزراء الإسرائيلي نتنياهو هو المضطر الآن أمام شعبه وأمام الضغط الداخلي المتعلق بإفراج عن الرهائن، يمكن أن يكون أيضا قد يستجيب للضغط الدولي وللولايات المتحدة الأمريكية بضرورة عدم استخدام حق النقد الفيتو لإيقاف قرار وقف لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، حتى يكون ذلك قرار ليس اختياريا من نتنياهو وحكومة الحرب بقدر ما هو فرض عليه من مجلس الأمن الدولي، وبالتالي يرضخ إلى هذا القرار، وقد يكون هو الذي طلب عدم استخدام حق النقض الفيتو. ولكن دعينا يعني ننتظر حتى استخدام حتى يعني عقد هذه الجلسة، وبالتالي نرى ما يمكن أن يسفر عليه ذلك. ولكن أعتقد أن الحاجة ملحة الآن لنتنياهو أن يعني يعمل مثل هذه الهدنة لإخراج بعض من الرهائن وليس جميع الرهائن. يعني أستاذ عصام، هناك نقطتين فيما تحدثت فيهما، بأن إسرائيل هي من طلبت من الولايات المتحدة بعدم استخدام حق النقد الفيتو، إذن ليست الولايات المتحدة هي صاحبة القرار في هذا العدوان، وبأنها لا يعني من يضغط على من؟ هل إسرائيل هي من تضغط على الولايات المتحدة، أم أن الولايات المتحدة هي صاحبة القرار فيما يتعلق بالعدوان على غزة؟ من ناحية ثانية أيضا، نعم، يعني عندما نتحدث أيضا عن الضغط الدولي في مجلس الأمن، اليوم باتت كل الدول تضغط على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل، والولايات المتحدة أيضا من ناحية أخرى ترسل بمستشار الأمن القومي، وزير الدفاع، وزير الخارجية الذي سيقوم أيضا بجولة أو سيزور مصر والأردن خلال هذا الأسبوع، بالإضافة إلى وزير الخارجية البريطاني. إذن هناك تحرك بات خاصة من الولايات المتحدة ومن بريطانيا أيضا لوقف إطلاق النار. حقيقة أن المشهد الآن
في نوع من الإرباك في العملية السياسية التي بدأت فيها الولايات المتحدة الأمريكية وقوى التحالف معها مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إيطاليا. ولكن يعني أعتقد أن الزمن الآن أصبح ضاغطا على الحزب الجمهوري وعلى بايدن في انتخابات 2024، وبالتالي هو يريد أن يتخلص من المأزق الذي انزلق إليه في هذا الدعم اللامتناهي مع الولايات مع إسرائيل، علما بأن أمريكا دائما هي التي تقدم هذا الدعم بإسرائيل. ولكن عندما يكون الوقت يعني ضاغط باتجاه إمكانية أن يتحول الرأي العام الأمريكي ضد الحزب الجمهوري، وكثير منهم الآن بالاستطلاعات الرأي قد يعني أعطى دلالة ومؤشرا على أن منحنى الاتجاه نحو انتخاب الحزب الجمهوري وبايدن أصبح في انحدار وليس في تصاعد كما كان يظن، والنتيجة هي هذا الدعم اللامتناهي لإسرائيل. النقطة الأخرى وهي الإجابة على ما تفضلت به هو أن إسرائيل هي التي تتحكم في السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالشرق الأوسط فقط، وأعتقد أن هذا يعني يبدو واضحا من أعضاء اللوبي الصهيوني الذي يعمل في الإدارة الأمريكية الحالية، حتى أن بلينكن عندما زار إسرائيل في بداية الحرب قال لها ولم يخجل أمام العالم ولا أمام دولته أن يقول إنني أزوركم كيهودي ولست كأمريكي. هذا الذي تنازل عن منصبه وهويته الأمريكية أمام إسرائيل يدل دلالة واضحة على أن إسرائيل هي التي تتحكم في مفاصل العمل السياسي في منطقة الشرق الأوسط. نعم، كل الشكر لك الدكتور عصام ملكاوي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان.